اروح بقى الكابتن امير، هل كنت متوقع فوز مصر النهارده؟ والله بص عليك، يمكن المنتخب لما بدأ البطولة بدأ قدام فرق زي اسبانيا، ويمكن المباراة خلصت 0-0، ويمكن الصحف الاسبانية كلها قالت ان منتخب اسبانيا اتعادل مع اضعف فريق في المجموعة، يعني هم قالوا كده. وطبعا الناس كلها متوقعة، اللي معاك الارجنتين ومعاك استراليا اللي هي مجموعة، الناس قالت يعني هيبقى صعب مصر تعدي. طب هل ده كان حافز ان اللعيبة النهارده تلعب برجولة يعني؟ اكيد طبعا، يعني انت النهارده برضو بتلعبي عندك فرص، يعني النهارده انت بتلعبي طبعا اللي انت مستنيه نتيجه اسبانيا والارجنتين، وفي نفس الوقت انت تلعبي يعني قدامك بديل ان انت تكسب استراليا. مع احترامي طبعا استراليا يمكن كسبت الارجنتين، بس انت لو تاخديها في قوه الفرق، يعني من غير مثلا الماتشات، انت هتقولي اسبانيا ارجنتين مصر استراليا، لكن هي القصه برضو التصنيف الفني. التصنيف الفني بالظبط كده. لكن احنا شايف بعد مباراه اسبانيا، يمكن انا اول مباراه اتفرجت عليها يعني كانت اول مباراه، منتخب اسبانيا منتخب قوي جدا، يعني كله لعيبه بتلعب في الليجا الاسبانيه، لعيبه بتلعب في انديه قويه، وطلعت من المباراه دي سبعه منهم كانوا جايين من يورو، من يورو يعني 7 جايين من يورو الفريق الاول، الفريق الاول اللاعبين النهائي بالظبط. فيمكن هم تعادلوا معاهم، يمكن مباراه الارجنتين اللي كانت بره التوقعات شويه، اللي احنا برده الناس كانت متوقعه الارجنتين اقوى من كده، فالناس زعلت في مباراه الارجنتين، اللي الارجنتين برده مش نسخه مثلا ميسي او اجويرو او سافيولا. وانتوا بتلعبوا يعني حضرتك بجد، يعني النسخ اللي انا بقول لك اللعيبه دي، لا كانت منتخبات جامده، كان منتخب الارجنتين ده ممكن من اقل المنتخبات اللي مرت في تاريخ الارجنتين في المرحله السنيه دي، لكن برضو حصل اللي احنا طبعا حصل الهزيمه طبعا من الارجنتين. فانا يعني الناس كلها كانت متوقعه النهارده لاستراليا مباراه صعبه وكده، عشان هي كسبت الارجنتين طبعا في اول مباراه، لكن انا شايف لا، ان احنا النهارده الحمد لله المباراه من اولها، يمكن فرصتين بتوع صلاح محسن كانوا بدري، فاحنا كنا مسيدين المباراه النهارده، فالحمد لله اللي احنا قدرنا نعدي تمام. انا عايزه بقى